الميزانيه الارقام هذه محاربه الفساد، مش على السابقين، حتى اللي جاي يعرف انه هو الان في عليه حساب. اول لما ما تعلن انت الجمهور يقول لي زعلان، يا اخي خله يزعل، يزعل ولا فريقه يخصم منه 3 نقاط بعدين يقعد لك يتبكبك يقول ليش ما علمتونا. الان الهيئه لما تطلع هذا، لان هي تقول اول شيء مش هي ضد الانديه، هي ضد الفساد، وتبي تعلمنا ان يا جماعه مش الوسط الرياضي كنتوا انتوا تصفقون حق رؤساء مجالس الانديه، لكن هم عايشين على ايش؟ من خلال فلوس مديونات على الانديه، وهذا مش انجاز. يعني انا اشوف الارقام هذه اللي الاربعه الاوائل في الانديه الكبيره، يا اخي اعطونا الفلوس اللي انتم تسلفتوها، اعطوني اياها في فريق صغير بجيب بطوله. هذا مو هو الانجاز. الانجاز اني انا احقق بطوله على حساب اني نادي مديون بثلاثة ولا 300 مليون وبعدين يجون لك يقولون لك والله يا وبعيدين المشهد، غايبين المشهد. لا 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 مش غايبين، غايبين المشهد القاري. لحظه اسمح لي الان، اسمح لي لحظه. منافسات ذيك اليوم، ذيك اليوم انا قلت في نادي بيدفع 20,000 مكافاه تحت وتحت من الانديه اللي تحت اذا فاز في مباراه. طيب يا اخي انت الان مديون وتقول ما عندي فلوس، بتطلع مكافاه مش الزاميه عليك 20 مليون، ونادي قال لك بعطي اذا في البطوله كل لاعب مليون. طيب انتم قاعدين الاعلام قاعد يقول لك والله هذا عمل جيد، لانه قاعد المفروض يقول لك يا اخي لا تدفع مليون حق كل لاعب، مش الزامي عليك، الملزامي عليك النادي رواتب والديون. مليون كل لاعب ما في يا حمد، البطوله هاي شلون ما فيه مليون لكل لاعب؟ يقصد الهلال. ايه اعلنوا، وحتى مو بس الهلال، اكلمك بصفه عامه اللي تحت يعني الاثنينات. هو دائما يقصد الهلال بطوله الدوري، دائما الدوري مليون. لا يا رجل 300 مع انه يقول هلالي. انا الحين اعطيك امثله، انا اعطيك امثله الان، اعطيك امثله. انت عاد اقرب مننا. اسمح لي بدر معلش. لا ما علينا من الهلال ولا من فلان، احنا بنتكلم الان بموضوعيه. عيسى اخوي عيسى وما ادري دباس ما ادري قال الجمهور زعلان، يعني الجمهور عشان احنا نراضيه ما نطلع هذه الارقام؟ لا انا ما ادري، عشان خلي الجمهور يصفق لنا. في جمهور ردت فعله سلبيه. كيف؟ بقول لك لازم يفهم ان هذا الامر مصالحه. زي ما قال لك ابو نايف العمليه فيها عمليه تأجيج. ترى بقول لك اياها. تأجيج من وين؟ تأجيج من وين؟ البعض يحرك عمليه تأجيج. لا 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 انا بقول لك، انا بقول لك، بقول لك يا حمد، انا 119 مليون، 119 مليون دين الهلال، سمعت العام لو ما سمعته؟ حتى لو ما سمعته سمعت الان. انت تقول انا بالنسبه يا اخي دخلت صدمه، انا ما تمثل لي صدمه، انا العام صار 117 خليها بالمئة، مو بال 117 او بال 119. العام الماضي انا سامع فيها مديونيه الهلال بحدود ال 100 مليون وشويه، واخر فتره الامير عبد الرحمن مساعد عدتها كثير. نعم، اعلن 82 مليون. حمد المشكله اليوم انت اللي تواجهها. طيب وين المنجز؟ المشكله اليوم اللي تواجهها مثل ما قال اخوي ابو نايف هي عمليه تحريض، ردت فعل. تحريض على مين وليش؟ انا اقول لك، انا اقنعني يعني كل تحريض. لا 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 على ياخذ جمهور 3 الفرصه من اليوم. بس عندي شيء ودي اقول لك شيء.